مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة بعنوان الأكراد والإسلام. لم أكن أعرف عن الأكراد شيئا، كنت أسمع أخبارهم على التلفزيون مثل الكثيرين أمثالي حين كانت هناك مواجهات بينهم وبين صدام حسين. كنا نسمع أنهم في شمال العراق مشاغبون يريدون الحكم الذاتي لأنفسهم، انفصاليون يسببون المشاكل للعراق الشقيق. كنا نسمع أسماء مثل طالباني وبارزاني ولا نعلم بالضبط لماذا هناك خلاف بينهم. الخلاصة أننا لا نسمع عن الأكراد إلا المشاكل، لا نسمع من هم ولا تاريخهم ولا أديانهم ولا أسباب مطالبتهم بالحكم الذاتي ولا حتى تاريخهم مع الإسلام. الإعلام العربي لا يريد إثارة الموضوع لأن أي ذكر له يجر معه متاعب كثيرة. وتحت غطاء وستار عدم إثارة الفتنة أو درء الفتنة يدفنون تاريخ شعوب بأكملها. برنامج سؤال جريء تعود طرح الأسئلة الجريئة، ليست أول مرة نتحدث فيها عن الأغلبيات التي تعامل معاملة الأقليات مثل الأمازيغ في شمال إفريقيا والأقباط في مصر، وأيضا معاناة الأرمن في تركيا. طبعا كل هذا وعلاقته بالدين، لذلك سنعرض اليوم واحدا من أكثر الملفات حساسية، وهو ملف الأكراد والإسلام عبر التاريخ. من هم الأكراد؟ ما هي قصتهم؟ كيف تحولوا للإسلام؟ ما هي أديانهم قبل الإسلام؟ كيف كانت علاقتهم مع الإسلام في بداياته؟ لماذا لم يحصلوا على دولة مستقلة حتى الآن رغم كثرتهم؟ كيف تم استخدام الأكراد من غيرهم؟ ما هي الأخطاء التي ارتكبها الأكراد؟ أسئلة كثير. اليوم سنحاول قدر الإمكان طرح الموضوع من كل جوانبه. ما للأكراد وما عليهم؟ وأنا متأكد أن مادة الليلة ستفتح الكثير من الأسئلة وتنير الكثير من الأذهان. أشجع الإخوة الأكراد على الاتصال للإدلاء بآرائهم، خصوصا الذين لهم إلمام باللغة العربية حتى يسهل التواصل. أرحب بالأستاذ مجدي خليل، مرحبا بك في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. أهلا بك أخي رشيد وأهلا بجميع المشاهدين. في عجالة، يعني موضوع الأكراد تقريبا شبه تعتيم إعلامي عليه طبعًا في الإعلام العربي. طبعًا. لماذا؟ أنا عاوز أقول لك حاجة، زي ما أنت شرحت في المقدمة، يعني إذا كان في 1000 فضائية عربية ما فيش هتلاقي فضائية واحدة هتعرض موضوع الأكراد زي ما احنا هنعرضه بموضوعية شديدة ما لهم وما عليهم. هم عاوزين نوعين من دفن تاريخ ما قبل الإسلام، يلغوا تاريخ الشعوب قبل الإسلام، والنوع الثاني يدفنوا تاريخ الأقليات، كل الأقليات الموجودة يدفنوها كأنها مش موجودة، تذويب الإجباري للأقليات. وطبعا في أقليات كتيرة عاصية على التذويب، يعني منهم الأكراد. فموضوع الأكراد يعني من الموضوعات الهامة جدا، أعتقد أن ناس كتيرة في الشرق الأوسط هيسمعوا عليها بشكل علمي ودقيق لأول مرة في الحلقة دي. أولا حضرتك مش كردي لكن درست الموضوع من كل جوانبه، أنا أشرح لماذا بالضبط يعني ضيف دون غيره. أنا زيك كان تحدي لي أن أنا أدرس الأكراد دراسة عميقة، قريت قراءة مؤلفيهم مؤرخيهم
والمؤرخين الكبار عندهم محمد أمين زكي وشرف نامة شرف خان البدليسي وغيرهم من الكتاب الأكراد. قرأت ما كتبه الرسائل الدكتوراهات والماجستيرات العربية، قرأت ما كتبه الأجانب وخاصة الرحالة والمبشرين، هم اللي كتبوا عن تاريخ الأكراد. كل هذا أبحاث ودراسات وكتب جمعتها في فترات طويلة وقرأتها بدقة وبعناية وبعين المدقق عشان نستخلص للناس يعني بعض الجوانب في هذا الموضوع الشائك. من هم الأكراد؟ الأكراد في عجالة صغيرة هم شعب من الشعوب الأصيلة للمنطقة اللي هم ساكنين فيها، المنطقة الجبلية دي اللي هي ما حاليا ما بين حتى في سوريا وحتى في العراق وحتى في إيران وحتى في تركيا. الناس دي ساكنة في المناطق دي منذ فجر التاريخ. هناك من ينسبهم إلى الإمبراطوريات القديمة جدا زي إمبراطورية كاتيوم 2500 سنة قبل الميلاد، وكاشو شعب كاشو قبل الميلاد بأكثر من 20 قرن. وهناك من ينسبهم إلى الشعوب الهندو أوروبية اللي جات وأسست فارس ومملكة المملكة مادي. إحنا دايما نقول حتى في الكتاب المقدس مادي وفارس لأن هم قريبين من بعضهم. الإمبراطورية المادي وهم الأكراد نفسهم بيقولوا على نفسهم يعني إحنا خليط من هذا وهذاك، وإن إحنا شعب أصيل في هذه المنطقة وننتمي إلى هذا وذاك. في لما تقرأ النشيد الوطني بتاعهم اللي عملوه سنة 1938 1938 عملوا النشيد الوطني الكردستان الحالية بيقول كده: نحن أبناء كسر كخسرو. كخسرو ده أشهر إمبراطور لمادي اللي هو أسقط سنة 612 نينوى العاصمة نينوى العظيمة، وبعد ما عدة أجيال من الإمبراطورية الميدية جات إمبراطورية الإخيمينية الفارسية. ابن أخت آخر رئيس عمل الإمبراطورية الإخيمينية، يعني هو اتصال لبعضهم. والإخيمينيين هم كورش برضو الكبير هو اللي أسقط بابل العظيمة، دي كانت 5 قرون قبل الميلاد. يعني هم تقريبا اللي اسقطوا الفرس دول، فبيفتخروا بهذا الملك طبعا حاطينه في النشيد القومي. نحن ابناء كخسرو، ديننا وطننا، ديننا ايماننا هو الوطن، ديننا ايماننا هو الوطن. ده حاجه كويسه انا بشوفها فيهم. لا يقول احد الكرد زائلون، الكرد باقونا، باقونا كرايتنا الخفاقه. هذا جزء من النشيد الوطني. حتى كمان العالم بتاعهم، لو شفت عالم كردستان تلاقي شمس صفرة. الشمس دي إشارة إلى الديانة اللي كانوا الزردشتية، هي الديانة الزردشتية المجوس. أنا جاي لموضوع الديانة وفيها لكن واحد فيها إشارة في العالم طبعا في العالم نفسه 21 شعاع. الواحد 21 شعاع دول اللي هو عيد النيروز بتاعهم. 21 رقم مقدس كمان عند اليزيدين، فبالتالي ده معناها ان هم معتزين بهويتهم القديمة حتى في العالم وحتى في النشيد القومي. هم يمثلوا كام حاليا؟ يعني دي برضو حاجة مهمة عشان عددهم حاليا حوالي 30 الى 40 مليون. ده عدد ضخم ما بين 30 الى 40 مليون. انا سمعت بعض الاكراد لانه انا عاده بتصل بناس يعني من ابناء لو انا ادرس موضوع ابناء هذا الموضوع طبعاً. اتصل بهم طبعا. فالبعض قدر لي حتى ب 50 مليون ممكن. شوف اقول لك حاجه، ما فيش تقديرات دقيقه للاقليات في كل الشرق الاوسط لان الحكومات بتقلل منهم وما عندهمش هم اليه التعداد زي الأقباط، ما عندهمش آلية التعداد فبالتالي التقديرات مختلفة عنها. لكن ممكن يكون العدد يعني اللي ممكن نقوله ب 30 إلى 40 مليون 30 المعقول. إلى 40 عندك 16 مليون في تركيا، حاجة ضخمة ومنطقة ضخمة من المساحة في تركيا يسكنها ده تقريبا أغلبهم. يعني حاجة كبيرة 16 مليون والعراق كم؟ والعراق حوالي 5.5 مليون 5.5 مليون وسقط تعدادهم لأن دول معدودين حاليا، وحوالي 7 إلى 8 مليون موجودين في إيران، وحوالي 3 مليون موجودين في سوريا، و2 مليون في أوروبا لوحديها. ودي لها حكاية هنقولها في الطريق. فده فيهم كمان شخصيات شهيرة، في شخصيات شهيرة نشأت أكراد وتعاملت كأكراد ومن داخل المنطقة الكردية، وفي ناس أكراد شهيرة رحلت إلى أماكن أخرى واشتهرت بس هم جذورهم كردية. فبس اللي كانوا أكراد صلاح الدين الأيوبي، يعني نشأ في المنطقة الكردية وبعد كده هو وراح وعمه راحوا في محمود زنكي، وبعدين هو بعد كده عمل الأيوبيين الدولة الإسلامية الأيوبية. هي ليست دولة كردية ولكن أسسها كردي اللي هو صلاح الدين الأيوبي.
في مثلا جلال طلباني رئيس العراق الشهير ده، وحسني الزعيم رئيس، دول اكراد اكراد. ابن تيميه يعني نشأ في ولد في منطقه كرديه في تركيا، ما تركيا متداخله مع بعضها، ورحل الى سوريا. ابن تيميه طلع كردي؟ ابن تيميه. صلاح الدين الايوبي مش اقل تعصبا من ابن تيميه على فكره، يعني الناس طبعا متعصب جدا. وابن تيميه طبعا هو زعيم الارهاب، منظر الارهاب في التاريخ الاسلامي. كردي عندهم يعني ناس، ابن الاثير احمد شوقي بينسبه ان محمد عبده الامام المصري، محمد عبده شيخ الازهر، احمد شوقي امير الشعراء، السهروردي اللي هو المستشرق الشهير، يعني سعاد حسني، وكثير كثير صراحه شخصيات كرديه كثير. ولكن انا قاسم سمعت حتى العقاد، العقاد العقاد وقاسم امين وعباس محمود، عباس محمود العقاد. بس الناس دي بقى انا ما اعتبرهاش اكراد. ليه بقى؟ حتى اذا كانوا هم اكراد في جنسهم، لكن هم كبروا في ثقافه وجنسيه وبتاع، يعني يعتبروا ينسبوا الى البلاد اللي يعني حتى العقاد ما يقدرش يقول ان انا كردي، ولا يرضي يعلن عن كرديته، ولا غير، ولا هو ولا غير، ولا الناس دي، ولا احمد شوقي، ويمكن لذلك لم نسمع باصولهم. هم طبعا عشان حساسيتهم للمشكله الكرديه وعاوزين يفتخروا بيه، بيتابعوا كل جذور كل كردي. في كتير مشاهير انا ما اقدرش احصيهم بصراحه، وحتى الكواكبي اللي هو بتاع طباع الاستبداد كتير قوي قوي ناس كرهت. طب يعني من خلال قراءتك لكل الكتب والمقالات والابحاث تقريبا المهمه طبعا اللي اتكلمت عن الاكراد، ايه سمات الشعب الكردي او سمات الشخصيه الكرديه؟ صدقني انا اقول لك 10 او 11 نقطه. اللي دارس تاريخ اكراد كويس جدا 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 هيفهم ان دي مفاتيح كل حاجه عن الاكراد قديما وحديثا. اول مفتاح ان هي القبيله هي الوحده السياسيه للاكراد. لم يكن لهم، لا يعرفوا الدوله الحديثه، يعرفوا القبيله. حتى الامارات اللي اتعملت كانت عباره عن تجمع رئيس قبيله يعمل، او ملا دين يعمل اماره، عمل يعني يعتمدوا على القبيله كوحده سياسيه. هم بعد سقوط امبراطوريه مادي اللي هي سقطت بقول لك 5 قرون قبل الميلاد، لم تقم لهم دولة بالمعنى المعروف للدولة، دويلات وإمارات صغيرة. لا توجد دولة، عشان كده لا توجد حاجة اسمها حدود لكردستان. ما حدش يقدر يقول حدود، نقول الأكراد عايشين هنا في المنطقة دي، وعايشين في سوريا في المنطقة دي، وعايشين في المنطقة دي تاريخيا هنا. لكن نتحدث في الإعلام عن كردستان. كردستان دي اللي كردستان، في كردستان الصغيرة الحالية اللي في العراق، وفي كردستان الكبيرة الموزعة الشرقية والشمالية والغربية والجنوبية، ما هم مقسمينها واخد بالك. لكن أول حاجة القبيلة هي الوحدة السياسية. الثاني حاجة، أكتر مجموعة مسلمة في العالم اضطهدت من الإسلام. خلي بالك الاسلام اضطهد ديانات كتيره وعرقيات كتير، بس دي مجموعه مسلمه. ربما يليهم الامازيغ، بس هم قبل الامازيغ اكتر من الامازيغ اضطهدوا من الاسلام. فدي اكتر مجموعه مسلمه في العالم اضطهدت من الاسلام. ثالث، اكتر شعوب في العالم ايضا مسلمه صارت على اسلامها، صارت على الدوله الاسلاميه. الثوره يعني صار وعصيان، انتفاضات، عصيان مسلح. اكثر من ثار على الاسلام قديما وحديثا، من عمر بن الخطاب لحد اردوغان، اكثر من ثاروا على الاسلام في التاريخ كله. النزاعات والاقتتال الداخلي عشان قبائل طبعا، دي جزء دائم عندهم، نزاعات واقتتال داخلي دائم دائم، لم يغب يوما. حتى طلباني وبرزاني ما اصلحتش بينهم الا الولايات المتحده الامريكيه سنه يعني 97 بعد قتالا مريرا. فبالتالي القتال لان قبائل، والقبائل دائما من زعيم القبيله والرئاسات وكده والكلا والمرعى والاموال، دائما النزاع. معظم أخطاء الأكراد أنا أقولها ارتكبوها تحت راية الإسلام وبتحريض إسلامي بالذات من الأتراك، ونتيجة الحماس الإسلامي وخاصة من شيوخهم هم اللي بيحمسوهم. يعني معظم أخطاء الأكراد تحت راية الإسلام ولأسباب إسلامية وبتحريض إسلامي ومن شخصيات إسلامية، وكل اللي خانوا الأكراد في تاريخهم هم تحت راية الإسلام، من الملة إدريس البدليسي 1512 ميلاديه الى الملا كريكار انصار الاسلام 2001 في كردستان. كل دول تحت رايه الاسلام خانوا القوميه الكرديه. حتى لو في خلاف على الملا ادريس البدليسي هيجي له بعد كده، لكن انا بعتبره انه خانهم لصالح العثمانيين. المجموعه العرقيه الوحيده المتمركزه في منطقه واحده، هم متمنطقين في حته واحده اهي،
ولم يحصلوا على دولة في التاريخ الحديث، يعني يستحقوها بجدارة بجدارة للأمانة يعني، ولم يحصلوا في تاريخهم على دولة. يكرهون تماما أن يحكمهم أي حد غريب عنهم، لأنهم قبائل يحكمهم لازم من القبيلة بتاعتهم، بيسموا أي حد غريب رومي يعني أجنبي. التركي رومي، الإيراني رومي، البريطاني رومي، أي حد غير كردي ما يحكمهمش، هو رومي، هو أجنبي، هو عدو. عصاة على التذويب تماما من الاقليات الناشفه، عصاة على التذويب ما بيقدرش حدش يقدر يذوب لحد يقدر يتركهم. والدليل انهم استمروا طبعا لغه وثقافه وتجمعا وكل شيء، لا 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 قدروا التتريك الاجباري الفظيع عملوه فيهم ما قدروش عليهم، التعريب الاجباري الفظيع ما قدرش، الفرسنه ما فيش حد قدر يذوبهم، محتفظين بهويتهم بثقافتهم بلغتهم بكل شيء، فهم عصاة من أكثر الأقليات عصاة على التذويب، غير منفتحين على العالم. هم ناس بسيطة وطيبين وغلابة كده، وفيهم ناس همجية بس الجزء الأكبر طيب وغلبان وكده، ورعاة وغيره ما فيش فتوحين على، ما بنوش ثقة بينهم وبين العالم كمان، عشان كده لم يبنوا ثقة بينهم وبين العالم بالذات العالم الحديث، لأنهم لم يقدموا شيئا للعالم ولم يقدموا أي ضمانات أنهم يفيدوا العالم، عشان ده جزء من مشاكلهم أو بسبب يعني الانغلاق يعني. طبعا شيوخهم الملل دول مارسوا دور كارثي في تاريخهم، يعني أكثر دور كارثي كما كل الدول الإسلامية، كما التاريخ الإسلامي، أكثر من مارس الكوارث في تاريخ المسلمين هم شيوخهم، هم ما يختلفوش عن المسلمين. ده يعني ملخص. ما هي أديان الأكراد قبل الإسلام وكيف تحولوا للإسلام؟ نعم، أديان الأكراد قبل الإسلام كانت الديانة الرئيسية الزردشتية دي، وعندهم زردشت النبي بتاعهم، ولحد الآن جزء كبير من الأكراد بيؤمنوا به، مش إيمان ديني بالزردشتية، إيمان بأنه نبي. وكان عنده كتابه، له كتاب مقدس اسمه الأفيستا. وهذا الدين كان الدين الكبير، كان فيه مسيحيين، كان في يزيديين من زمان قوي، اليزيديين دول أكراد يعني جزء أساسي من صلب العرق الكردي يعني. وكان في يهود، وكان في سنة 524 قبل الميلاد أو 247 تقريبا قبل الميلاد، كان 247 قبل الميلاد لحد 224 قبل الميلاد كان في إمارة يهودية داخل الأكراد، يعني كان في يهود داخل المنطقة اسمها إمارة إيدي بيبيان. فيعني دول دخلوا الإسلام إزاي؟ دخلوا الإسلام زي كل الدول، دخلوا بسيوفهم المسلمين، وكان التاريخ معاهم، حركة التاريخ معاهم، والسيوف والحماس الإسلامي والحماس الجهادي طبعا. دخلوا على، لما هزموا فارس راحوا سنة 18 هجرية بجيوش طبعا. كل المؤرخين الكبار بيقولوا أن كل الناس الأشورين على الأرمن على كل حاربوا مع ملك الملوك الفارسي ضد العرب الغزاة، ولكن اتهزموا واتفرض عليهم بقسوة بقى شروط الإسلام المعروفة. كان في بعض الأكراد في أذربيجان دول يعني فتح صلحا، دفعوا 800,000 درهم وفتحت صلحا، يعني فتحت صلحا معناها استسلام يعني استسلام يعني بدون حرب، استسلام قبل الحرب بس طبعا سريعا جدا 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 هم اكتشفوا الاسلام انه كارثه عليهم، وان هو مش جايب لهم اي فايده. في عهد من هم دخلوا الاسلام؟ عمر بن الخطاب، في عهد عمر بن الخطاب، وكان عياض ابن غنم. واحد اسمه عياض ابن غنم، ده بيقولوا صحابي شهير، انت تعرفش بقى مين الشهير، كل صاحب اسمه شهير. مش أول واحد حكمهم اسمه عياض بن غنم، ده في عهد عمر بن الخطاب. 18 هجرية لسنة 21 هجرية تم فتح هذه المنطقة للمسلمين والسيطرة عليها فارس وأذربيجان وكده، اكتملت الفتح في، وبعدين يعني بعد كده بدأت مشاكلهم بعد كده. طيب، هل تعرض الأكراد أنا أسأل السؤال وأكاد يعني أجيب عليه، تعرض الأكراد للاضطهاد الإسلامي بين الخلافة التي تسمى الراشدة أو الخلافة التي بعدها؟ من الخلافة الراشدة إلى الخلافة العثمانية إلى الخلافة الإخوانية بتاعت أردوغان اللي عاوز يعملها، لم يهنأ الأكراد يوما واحدا بدون صدمات. هم شديد الثورات، أكتر ناس بتصور، مش عاوزين حد يحكمهم، وده رد فعله طبعا القمع الشديد والقتل الشديد. فمثلا في خلافة عمر بن الخطاب حصل
يعني اول مواجهه حصلت في خلافه عمر بن الخطاب، وبعت لهم صحابي من صحابه قمعهم وقتل منهم خلقا كثيرا. انا اقول لك محمد امين زكي وهو مسلم ومنحاز لكرديته بشكل كبير ومسلم محافظ، ولكن كتب بيقول محمد امين زكي بيقول ارتكب المسلمون ضد الثورات الكرديه مذابح شنيعه وجنايات فظيعه يندى لها جبين التاريخ. ده الرجل المسلم المحافظ اللي كل شيء، اللي يميل للعثمانيين، اللي كان في الجيش العثماني، اللي كل حاجة. وأكثر واحد من المؤرخين الأكراد مسلم محافظ هو محمد أمين زكي، وشرف خان ده اللي هو شرف خان ده، أنه ده كان ملة. ومع هذا لم ينكروا أبدا أن طريقهم مع الإسلام كان طريقا دمويا، كان طريقا دمويا. حتى أن محمد أمين زكي بيقول لم يستسغ الأكراد الإسلام لمدة طويلة، لمدة طويلة وصاروا عليه. واخد بالك؟ بعد كده أنت صاروا في عهد عثمان بن عفان، وبرضو حصل قتال. الغزو العثماني بقى الناس دي خدوا كل موجات الإسلام كلها موجة موجة. مش فاهم الحتة دي يعني. يعني كل خلافة وكل شخص يجي وكل بني آدم يجي مسلم يدخل عليهم بموجة قتل. موجة قتل. دول مسرح أصلا، حتة تقاطع بين حتة مهمة في الدول الإسلامية بين فارس وما بين تركيا العثمانيين وما بين الشام القديمة وما بين العراق القديمة والموصل والكوفة بتاعت علي بن أبي طالب. فهم مسرح لكل القتل، كل أنواع القتل في التاريخ الإسلامي. كل أنواع المعارك الإسلامية تقريبا مرت بهم في هذه المنطقة وذاقوا المرار. حتى بعد كده لما جام بعد كده انتهيت من موجة الخلافة والخلافة والخلافة والخلافة، جيت بقى الموجات الأكثر همجية في التاريخ الإنساني اللي هي الغز الأوغوز. وبعديهم دول عنصر واحد كلهم جم على شكل موجات، الأوغوز وبعديهم التركمان وبعديهم المغول وبعديهم التتار وبعديهم آل عثمان. أنا عاوز أقول لك حاجة، اللي مكتوب إنه محمد أمين زكي، واحد مؤرخ تاني أرملي بيقول تقريبا لم يتركوا حيا تيمور لينك ده. هذا السفاح الشهير جه عمل 70,000 جمجمة من الفرس، تيمور لينك في غزوته، وقال لهم اقتل كل من تقابله من اللور والكرد. اللور قال له ليه؟ قال القائد ليه تكتب؟ لأن الناس دي مشاغبين وهم اللي هيثوروا عليك، ما تخليش منهم بني آدم، ما خلاش منهم بني آدم تقريبا. وبعدين دخل العثمانيين بموجة العثمانيين من 1512، وتاريخ طويل طويل ما تقدرش أحكيه لك في حلقة ولا حلقتين، لأن الاضطهاد الإسلامي لوحديه عايز حلقة، وعاوز واحد كردي يكون منفتح من القوميين المحترمين اللي يعرفوا تاريخهم بجد يحكي لك على مآسي الكرد مع الإسلام. لأن دي لوحديها تحتاج إلى حلقة كاملة يبين لك كم الجماجم التي الكردية التي دويست تحت فرسان المسلمين وتحت أحذيتهم وتحت سيوفهم. هل ثار الأكراد طالما أنه الإسلام دخل لهم بهذا الشكل؟ هل ثار الأكراد ضد الإسلام؟ ده مهم، وأنا هقول في بعض الوقت ليه لأهميته كثيرة. أول أنا قلت لك أن الأكراد لم يسكتوا يوما واحد على الإسلام، لم يسكتوا من سنة 18 هجري، بعدها على طول مباشرة صاروا. الإمام الطبري ذكر أن في 14 ثورة وانتفاضة كردية حدثت أثناء خلافة الراشدة والخلافة الأموية فقط 14 مرة خلال الخلافتين، وبعد كده الخلافة العباسية. أنا أقول لك صور بيقول لك أول حاجة صار الأكراد في عهد عمر بن الخطاب، أول ما فتحهم عمر صاروا عليه، أرسل لهم جيشا كبيرا بقيادة قيس بن سلمة الأشجعي، فقاتل مشركي الأكراد قتالا شديدا وقتل المقاتلة وسبى الذرية وجمع الرثة كما يقول الطبري. ده سنة قتل المقاتلة وسبى الذرية، يعني زي ما عملوا في باقي الشعوب الأخرى. خلي بالك ان هم كانوا اتفتحوا قبل كده، فتح المفتوح. هنا فتح المفتوح. سنة 25 هجرية 666 ميلادية قام الأكراد بثورتين في إقليم الهواز، وبعت لهم والي البصرة أبو موسى الأشعري،
وانا نسيت اقول لك انهم صاروا في السنه الثالثه لحكم عثمان بن عفان وبعد لهم احد ولاته برضه ابو موسى الاشعري قمعهم في هذا الموقف. في سنه 83 هجريه 702 في عهد عبد الملك بن مروان ثار الاكراد مع عبد الرحمن الاشعث ثوره عبد الرحمن الاشعث ولي سيستان ضد الخلافه وقضى على ثورتهم مين؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي واباد منهم الكثيرين. تعرف الحجاج طبعا لا يعرف إلا الرؤوس. في سنة 127 هجرية ثار الأكراد تحت راية قائدهم الضحال قيس واستمروا في ثورتهم حتى سقوط الخلافة الأموية. بدأت من 127 هجرية حتى سقطت الخلافة الأموية على يد واحد فارسي هو أبو كردي سوري أبو مسلم الخرساني. وبعد ما أبو جعفر المنصور قتل أبو مسلم الخرساني قام الأكراد بثورة على أبو جعفر المنصور سنة 148 هجرية. بعد ما قتل أبو مسلم الخرساني ده يعتبر من القادة الكبار في التاريخ الإسلامي ربما يفوق صلاح الدين لأنه يعتبر من أول مؤسس الحقيقي للدولة العباسية كردي. صار الأكراد على أبو جعفر منصور عشان أبو مسلم الخرساني وبعت لهم والي الموصل خالد ابن برمك وقضى على ثورتهم وقتل منهم الكثيرين. في سنة 163 هجرية صار الأكراد في عهد الخليفة المهدي حتى تم السيطرة عليهم وعين ابنه هارون الرشيد والي على اذربيجان والمنطقه دي. في سنه 192 هجريه 808 ميلاديه ساند الاكراد ثوره بابك الخرمي في عهد هارون الرشيد وتم وضع نهايه الحركه بعد كام؟ بعد 30 سنه ثوره كامله في عهد المعتصم. سنه 225 سار الاكراد على المعتصم والذي قضى على ثورتهم بصعوبه شديده. سنه 262 هجريه شارك الاكراد في ثوره يعقوب الصفار وساهموا في تاسيس الدوله الحمدانيه. 281 هجريه اشترك الاكراد في معظم الثورات اللي نشأت في اقليم همذان ضد الخلافتين العباسيه. شارك الاكراد في ثوره 252 ضد المعتز وشاركوا في ثوره الزنج 262 في عهد المعتمد. ده انا بتكلم لك على ايه؟ على الثورات بس في عهد الخلافه. اسس الاكراد اول دوله تنفصل عن الخلافه الاسلاميه، اول دويله اسمها الدويله الرواديه. هم عملوا دويلات زي ما قلت لك مش دوله صغيره بقى. يعني دويلات صغيره عملوا دويلات كتيره قوي حتى تحت عهد الخلافه الاسلاميه. اول دويله هي الدويله الرواديه عملوها دي كانت اول دويله تقريبا في العهد الاسلامي. بعد كده يعني كل الثورات دي ضد الاسلام ده ضد الخلافه. يعني لو كان ابن خلدون يقول بان الامازيغ ارتدوا عن الاسلام 12 مره لكن ده في تاريخ الاسلام الأكراد ارتدوا يعني ممكن أن نقول أنهم ارتدوا 14 مرة فقط في المدة القصيرة اللي هي الخلافتين الراشدة والأموية. في تقدير الشخصي بعد دراسات أكثر مجموعة مسلمة فيها ملحدين حاليا في الشرق الأوسط هم الأكراد. فيهم ملحدين كتير فيهم حتى ناس احنا جايين لهذا الموضوع اللي اعتنقوا المسيحية أو ذهبوا لأديان أخرى. بمعنى أصح يعني هم أسسوا العديد أول دويلة إسلامية وأسسوا دويلات تانية. الدويلة الشدادية الكردية، الدويلة الحسناوية الكردية، الدويلة العيارية العنزية، الدويلة الدستكية. يعني هم أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية. خلي بالك صلب الخلافة الإسلامية اللي هي الخلافة الراشدة والأموية والعباسية الأولى. يعني أسسوا في صلب الخلافة الإسلامية لم تهضمهم الخلافة الإسلامية في عز قوتها. في عز عمر بن الخطاب، في عز عثمان، في عز الامويين بسطوتهم، في عز العصر العباسي الاول وهارون وابو جعفر المنصور، صاروا على كل الناس دي لم يتركوا. بعد كده خد بقى تدخل بقى في صاروا على طيب انا ابدا في اخذ المكالمات ومعانا الاخ امير. اخ امير اتفضل. الو مرحبا. مرحبا اهلا بيك. بدايه احييك واحيي ضيفك الكريم سيد وجدي على هذا المعلومات المهمة اللي قدمها. الله خليك. وطبعا أنا أشكرك على طرح هذا الموضوع لأن أنت بعرضك هذا الموضوع أثبت أنه أنت إنسان أكاديمي ومحلل إنسانية. الله يخليك. وحضرتك كردي؟ نعم أنا كردي من مدينة كركوك العراقية. نعم من العراق يعني. نعم بداية أحب أقول أنه محاولة طمس الهوية الكردية من قبل أعداء الكرد من عرب وفرس وأتراك. نحن لم نكتب تاريخنا. تاريخنا يعني في المدارس اقصد يعني اللي يدرسوه في المدارس تاريخ كتبوا اعداؤنا مع اننا اصحاب الارض واصلاء وسكان اصليون في الشرق الاوسط قبل الفرس. نحن قبل الفرس وقبل العرب وقبل الاتراك سكننا الشرق الاوسط. اعداؤنا وقتلتنا هم المسلمون. الذين قتلونا عبر التاريخ هم مسلمون
وأنا أيضا أحب أذكر أنه الناس اللي أعطونا المأوى واللجوء هم المسيحيون في أوروبا وأمريكا، ونحن نشكرهم على هذا يعني على مساعدتنا. نعم ونحن أيضا ككرد نحن يزيديون وزرادشتيون قبل الإسلام. لم ندخل الإسلام حبا في الإسلام ولكن كرها، مثل ما ذكر ضيفك الكريم سيد مجدي. نعم قتلونا، سلبوا أموالنا، سلبوا نساءنا، والإبادة إلى اليوم مستمرة منذ الفتح الإسلامي وإلى اليوم. وآخرهم أردوغان والذي يقتل ويذبح في الأكراد في تركيا. نعم في كركوك بعد اكتشاف النفط حلت عليلا اللعنة. قامت الحكومة العراقية بهدم القرى الكردية في مدينة كركوك وجلب الأوائل العربية من محافظات جنوب ووسط البلاد، وقامت واستمرت سياسة تعريب محافظة كركوك إلى سنة 2003 بعد دخول القوات الأمريكية للعراق. نحن كأكراد وبتسميات مختلفة عبر التاريخ، وفي ما ذكر ضيفك الكريم، موجودون في منذ زمن السومريين. كانت هناك مملكة عيلام، هذه المملكة موجودة في كانت موجودة في جنوب إيران وجنوب العراق، وكانت مملكة كردية. ولكن اليوم هذه المملكة هؤلاء الأكراد ذابوا، الذين في فرس في إيران تحولوا للفارسية، لأن الآباء يتكلمون الكردية والأبناء يتكلمون الفارسية. سؤال لك أخ أمير، لماذا لا تطرح القضية الكردية في الإعلام العربي لحد الآن في نظرك؟ نعم هاي السياسة، يعني المشكلة أنه تركيا مثلا دولة قوية ولها تأثير على السعودية ولها تأثير على قطر. فهي اليوم حتى المجالات التي تتم في جنوب شرق تركيا ضد الأكراد، الإعلام العربي لا يتحدث عنه، لأن أردوغان علاقته قوية بتركيا وبقطر وبأغلب الدول العربية. وعندما كان صدام حسين عندما قام بقتل الأكراد بالسلاح الكيميائي لم يدن دولة عربية هذه الجريمة. عندما قامت بالأنفال لم يدن أي دولة عربية، لأن هذا مسلم. المشكلة في العالم الإسلامي أنه إذا كان المجرم مسلم لا يتحدثون عنه. عندما يقتل طفل فلسطيني نحن نتعاطف مع الضحية. عندما قتل محمد درة في فلسطين قامت الدنيا ولم تقعد، لأن المجني عليه الذين قاموا بهذا الفعل هم إسرائيليون ويهود. ولكن عندما يكون الجاني مسلم لا أحد يتكلم، يقتل يبيد في الكيميائي لا أحد يتكلم. طيب أنا أشكرك على هذه المداخلة القيمة أخي أمير، فعلا أضفت الكثير بصفتك كردي لهذه الحلقة، وأنا أشكرك على كلامك الجريء الشجاع، وأتمنى أن الكثير من الأكراد يفعلوا نفس الشيء حتى نغني الحلقة بشهادات حية من إخوتنا الأكراد. أشكرك أستاذ مجدي. معلش أنا كان عندي سؤال كنت مأجله للأخير، لكن طالما ذكره الأخ أمير أنا آسف، يتصل بموضوع سكوت الدول العربية بل وإدانة المعارضة الكردية لنظام الحكم البعثي العراقي. طبعا. لما أبادهم بالكيماوي نعم. هو قال أنه ولا واحد تكلم عن الأكراد. طبعا أنا وحدثنا عن هذا الأمر، يعني سكوت، تعرف أنه حتى أنا أتذكر أنا كنت أعتقد أنه هؤلاء هم المجرمون، الضحية هو المجرم، لأنه بالإعلام كان عندنا متأثر بالإعلام الرسمي العراقي وقتها. يا أخي رشيد، دول مجرمون في كل شيء تجاه الأكراد من ناحية دي. أول حاجة إنه بيزوروا التاريخ، بيدرسوا تاريخ مزور للناس في منطقة الشرق الأوسط، غير تاريخ الشعب ده وغير تاريخ الناس دي. ولكن لما بتيجي في مناطق فاصلة في التاريخ الإنساني بتشوف بشاعة الانحياز. مش بس اللي هو الانحياز السلبي ان هو السكوت وكأن الأكراد دول غير موجودين وكأن الشعب ده غير موجود وكأن ما عندهمش مشاكل وكأن لا شيء، الصمت التام. ده الصمت التام جريمة، لما تكون في جريمة كبرى في التاريخ صحيح. الصمت التام جريمة، ولكن زاد عن الصمت التام هو تأييد صدام حسين.
في تأييد لصدام حسين لما ضرب الأكراد في حلبكة سنة 88 بالغازات الكيميائية الفظيعة، مات 5000 كردي في يوم ولا اتنين، وكان الكردي يبقى ماشي في الطريق يبصوا يلاقيه يضحك ويموت وهو واقف. حكى بشعة. العالم لما تدخل وبدأ يدين صدام حسين، مين اللي دافع عنه؟ منظمة المؤتمر الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي طبعا، رابطة العالم الإسلامي، جامعة الدول العربية، وزراء خارجية الدول العربية، المنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات أصدرت بيان. وأنا أقول لك وقفوا مع صدام حسين طبعاً ضد الأكراد طبعا في 13 سبتمبر في الكيماوي طبعا 13 سبتمبر 1988 جامعة الدول العربية وزراء خارجية جامعة الدول العربية قالوا استنكارا لما أسموه الحملة الإعلامية الهادفة إلى تشويه الانتصارات العراقية، مؤكدين تضامنهم التام على العراق عشان حملة ضد الكيماوي. مش يقولوا أن في جريمة ضد الإنسانية فظيعة حصلت في العراق، ده بالبيانات، احنا عندنا بيانات وبأرقام، بيانات مؤيدة مؤيدة لصدام حسين، مؤيدة لصدام حسين. منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات طلعت بيان تأييد صدام حسين ضد الحملة الأمريكية التي تشوه العراق وإنجازاته وتشوه النظام في 20 سبتمبر 1988 بعد معركة بعد حلبجة مباشرة. زي ما مثل ما قال الأخ، حين يكون الجاني مسلم محدش يتكلم. وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعين بعمان بعد مجزرة حلبجة لم رفضوا اتخاذ أي موقف يشير إلى حلبجة، وده ولا حتى التضامن مع الضحايا، ولا كلمة واحدة، ولا كلمة واحدة. منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي وبعتوا لها كتير من الأكراد، قولوا كلمة، طمنوا الضحايا، قولوا حاجة، طلعوا بيان إنساني، يعني ما بلاش إدانة، بلاش إدانة، قولوا هذه نحن مع هذا، ابعتوا شويه معونات زي ما بتبعتوا يدفعوا للارهابيين في كل حته، ابعتوا شويه معونات للناس اللي بتموت دي. لا، سابوهم يموتوا بالوحده، لازم تخجل هذه المنظمه. كل حرف في هذه الحلقه يحتاج الى حلقه رد فعل. في انت شفت منظمه اسلاميه سواء القاعده او مش عارف ايه او منظمه ايه او داعش او عفريت ازرق او الجماعه الاسلاميه او الاخوان المسلمين او شفت واحده فيهم على مدى ال 50 سنه طلعت بيان تدين العراق او تدين تركيا في 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 جرائمها ضد في جرائمها الأكراد. ضد وتركيا ارتكبت جرائم لا تقل جرائم. احنا جايين لتركيا لان تركيا سؤال لوحده حاجه. هل ده اخي أعرف عملوا إيه؟ الأعداء الأربعة كلهم يعادوا بعض، إيران بتعادي تركيا من سنة 1500، صدام حسين وحافظ الأسد كانوا ألد الأعداء، إيران والعراق كانوا في حرب. المهم اجتمعوا سنة 78 وطلعوا اتفاقية مشتركة سنة 78 منع تسلل المجرمين الأكراد عبر الحدود من هنا، لأن ما سويش الأكراد هو عاملين عشان الأكراد، اتفقوا في شيء واحد، اتفقوا في شيء واحد في قمع الأكراد. عاوز اقول لك حاجه، حتى اللي بيسموا نفسهم عندهم اخلاق وشيوخ، لما حصلت حروب كرديه ونزاعات بين برزاني وبين طلباني 94 ل 96، مين اللي اصلح بينهم؟ الولايات المتحده الامريكيه في 17 سبتمبر 1997، ديفيد وولش مساعد مادلين اولبرايت هو اللي راح وعمل لهم اتفاق، واللي هو بناء عليه بعد كده اتكونت كردستان. مين والشيوخ حد ادان هذه؟ ولا شيخ. انا ما شفت الشيخ، انت بتتابع الشيوخ اكتر مني، وانا بتابعها عشان اشوف بيقولوا ايه برضه. انت شفت الشيخ واقف قال ما هذه الجرائم ضد المسلمين والاكراد، ما هذه، شفت واحد قال كده؟ لا ما شفت، لا انا ما سمعتش لحد دلوقتي شخصيا، ما سمعتش حد شيخ من الشيوخ الكبار. دي لوحدها مصيبة. انت بتسمع بتوع السعوديه دول، بتوع العالم الاسلامي والاتحاد مش عارف العالم العلماء واتحاد المسلمين يتكلموا عن بورما ويتكلموا عن وجنب بيته ماتت 5000 واحد ومسلمين سنه زيهم، 70% سنه و 30% شيعة علويين على اديان اخرى. اقول لك حاجه، انت شيء يعني لا يتصور صدقني. انا كتبت على جوجل شيوخ يدينون ما يجري الاكراد، ما لقيتش شيوخ بيدينوا يجري الاكراد، ما فيش حاجه، ما فيش. لو كنت كتبت عن الحور كان طلع لك يا ده هذا ألف شيخ. هذه فضيحه
سورة الأكراد في التراث الإسلامي. أنا بعد السؤال ده معلش سامحوني سأخذ مكالمات أخرى، وأنا أشجعكم كل المشاهدين من الأكراد اتصلوا هذه الحلقة لأجلكم. تفضل. احنا شفنا ردود أفعال الإسلام المعاصر تجاههم من ناحية التضامن. تعال بقى الصورة في التاريخ الإسلامي بقى عشان تعرف إن الناس دي مستهدفين من الإسلام من زمان. عارف كل الأحاديث دي طبعا كلها بيكتبوها بين بعضهم، اتكتبت في العهدين الأموي والخلافة. لما زادت ثورات الأكراد ضد المسلمين طلعوا عليهم بقى الكلام الفارغ ده. أول حاجة سورة الأكراد في التاريخ الإسلامي، في التراث الإسلامي. شوف يا سيدي، عمر بن الخطاب، من بداية عمر بن الخطاب أول ما صاروا عليه، روى النبي عن عمر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أكراد جيل من الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهم جزيرة، فخرج الجن من البحر فوقعهن، فحمل منهن 40 غلاما، فلما كسروا أخذوا في الفساد وقطعوا الطرق، فشكوا ذلك إلى سليمان فقال: اكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. أول حتى تسميتهم من الجن عاملينها شتيمة، اطردوهم يعني اطردوهم فسموا أكراد. وده مين؟ عن عمر بن الخطاب، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش عارفة ايه. ومش بس كده، واحنا ما يهمنا هو رصد ما يقوله التراث الإسلامي. ده الأكراد عارفينه والعرب عارفينه وبيرددوه لحد دلوقتي. وعاوز اقول لك حاجة، معناهم بيقول ان الشعب الكردي ده، هذا الشعب اللي ديله 2500 سنة قبل الميلاد، بيقول لك عليه مجرد اولاد زنا، اولاد زنا من الجن. شوف شوف شفت شفت البشاعة، وقاحة. ادخل على الشيعة، ما لا كله في هذا الموضوع في الصورة السلبية. روى الكليني في الكافي عن أبي الربيع ده في الكافي، ده مثل وكأنك تقول البخاري بالنسبة للسنة. أخي رشيد، هذا الحديث مورود في الكافي، ومورود في رياض المسائل للسيد علي الطبطبائي، ومورود في الجواهر الكلام للشيخ الجواهري، ومورود في تهذيب الأحكام للطوسي. الكافي والطوسي دول هم أهم اثنين شيعين. بيقولوا إيه؟ روى الكليني في الكافي عن أبي الربيع الشافعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت إن عندنا قوما من الأكراد وأنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبيعهم. قال: يا أبا ربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن، كشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطوهم. يعني هم جن. هو جن. طيب، ما تخالطوهمش. أبو هريرة ذكر عنهم: تقاتلون قوم نعالهم الشعر وهيدخلوا الإسلام، ودول مش عارف ايه في تفسير ابن كثير. ده الكلام حتى شرف خان البدليسي ذكر ان هم في حديث عن النبي محمد دعا الكرد بعدم التوحد والفرقة الى يوم القيامة، لان هلاك العالم سيكون بتوحدهم. انت دلوقتي طيب، انا يكفيني انه المسلمين او اللي كانوا سهرين على النصوص حطوا صورة سلبية للكردي أو للأكراد. حتى هذه اللحظة في الشام وفي لبنان يقولك أنت كردي؟ يعني أنت غبي؟ سوري يعني؟ يشتموا الشخص يقولوا أنت كردي؟